محافظ صلاح الدين يتفقد مراحل إنجاز المشاريع الخدمية والصحية في الضلوعية ويتعهد بسرعة الإنجاز لتحسين خدمة المواطنين، كما توقعته قناة صلاح الدين قبل أيام. تقرير بريطاني يؤكد وساطة إيرانية لمنع انشقاقات البيت الشيعي في المرحلة الانتقالية. العراق ومصر والأردن يطالبون بوقف حرب لبنان، وخبراء ومختصون يحذرون من إطلاق يد إسرائيل لتدمير منظومة النفط والكهرباء. حملة انتخابات برلمان كردستان تبدأ ساخنة بين الديمقراطي والاتحاد، و57% من النساء يتعرضن للتحرش بقطاع نفط البصرة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من الضلوعية، أهلا بكم. حيث تفقد محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل عددا من المشاريع الخدمية في قضاء الضلوعية، وشملت الجولة زيارة موقع إنشاء مستشفى الضلوعية ل20 سرير ومشروع بناء مقر فوج الطوارئ التاسع، واطلع على مراحل العمل الجارية في المشروع، متعهدا متابعة إنجاز مشاريع الضلوعية بمختلف اختصاصاتها. ورافق المحافظ خلال هذه الزيارة كل من قائد شرطة صلاح الدين اللواء قنديل خليل وقائم مقام القضاء الدكتور عواد الجواري، إضافة لآمر فوج الضلوعية للحشد الشعبي ثابت صبحي. المحافظة في كل قضاء وفي كل ناحية سوت مستشفى بسعة 20 سرير على خطة 21، وعلى قسم على برنامج الأمن الغذائي. الأمن الغذائي مشت أمورا لأنه فلوسه جت مرصودة بالبنك، أما تنمية الأقالي تركوا هذه المشاريع بسبب مو بسبب المقاولة لا بسبب المحافظة إنما بسبب الحكومة الاتحادية عدم إطلاق الصرف للمشاريع اللي أحيلة. الحمد لله هذا المشروع تقريبا على وشك الإنجاز، لكن يحتاج إلى تمويل وننتظر التمويل. إذا جانا هذا الشهر أنا مخليها بأول قائمة إن شاء الله صراحة. بارك الله، شكرا. وزار محافظ صلاح الدين بدر الفحل مشروع الشارع الحولي الشرقي لقضاء الضلوعية، والذي تمت المباشرة بإكسائه بعد تدخل مباشر من المحافظ لإطلاق سلف التمويل بوصفه من المشاريع الحيوية والتنموية في القضاء. وأكد المحافظ خلال زيارته أن المشروع من شأنه تحسين حركة المواصلات في المنطقة والتخفيف من الزخم المروري، بالإضافة إلى تنشيط الحركة التجارية نظرا لأهميته في تسهيل الوصول إلى مناطق مختلفة من القضاء. المقاول على المساعدة انه يكمل وبعدين نصل للسلفة، مشكور. وانا خلاتك باول الاوليات حتى من تجي سلفة او رصيد ان شاء الله نعوضك نعطيك سلفة، بس عندك تستمر تخلص الشارع وانا كل اتعهد كل السلف اللي تستحقها بالمحافظة انا اعطيك اياها. اذا عندك غير مشروع ان شاء الله.
وفي الجهود الحكومية ترأس النائب الفني للمحافظ المهندس مفيد منعم البلداوي اجتماعا موسعا ضم عددا من المسؤولين المحليين وممثلي منظمات المجتمع المدني الإنسانية لمناقشة آلية تنفيذ قرار إنهاء ملف النزوح بشكل كامل في المحافظة. وعرج الاجتماع الذي حضره قائم مقام قضاء الطوز ذو الفقار حيدر على ملف النازحين من مناطق الطوز، مع تكريس الجهود الحكومية بكل المفاصل من أجل عودة ما تبقى من الأسر التي نزحت إلى مناطق شمالي العراق والبلدان الأخرى. البلداوي أوضح أن توجيهات رئيس الوزراء الاتحادي ومحافظ صلاح الدين تقضي بإعداد برنامج عمل حقيقي يتبنى أساسيات العودة الفعلية لجميع النازحين إلى مناطقهم بعد التدقيق الأمني وتوفير متطلبات الحياة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن السيد الأستاذ المهندس بدر الفحال، تم حضورنا اليوم بالمكتب التنسيقي التابع للوكالة الدولية المتحدة للهجرة والمهاجرين بحضور مدراء الدوائر في محافظة صلاح الدين وبحضور منظمات المجتمع المدني، وتم التباحث والتشاور على شمول شمال محافظة صلاح الدين بدعم منظمات المجتمع الدولية، وكذلك شمول شمال محافظة صلاح الدين قضاء طوز وآمرلي، وبدعم اللامحدود من قبل الحكومة الاتحادية ودعم حكومة صلاح الدين. بالحقيقة اليوم كان هناك مناقشة مستفيضة بهذا المجال، وكان هناك وضع خطة استراتيجية من أجل إرجاع النازحين في شمال محافظة صلاح الدين. كما تعرفون هناك كثير من العوائل ما زالت نازحة في كركوك وفي أربيل وفي سليمانية، ولكن بتوجيه دولة رئيس الوزراء والسيد المحافظ على توفير كل الخدمات القطاعية سواء التربوية والصحية والخدمية من أجل الارتقاء بمستوى آمن لكل إخوان النازحين من محافظة صلاح الدين. اليوم كان هناك عدة توصيات وتم إنجاز هذه التوصيات، وتم استعراض كل المنجزات التي تحققت على أرض صلاح الدين، خاصة في جنوب صلاح الدين في قضاء بلد والدجيل وناحية يثرب، وسوف ننقل هذه الحالة إلى شمال محافظة صلاح الدين من أجل تعزيز وعودة النازحين. وكان هناك بحضور سيد قائم مقام قضاء الطوز وأوجز بشكل مفصل، وكذلك المنسق الدكتور سيف بما أهم التحديات التي تواجه عودة النازحين، وتم طرحها على الجهات المختصة خاصة مدراء المديريات ومنظمات المجتمع المدني. وكان هناك استعداد كامل بالتنسيق المشترك مع حكومة صلاح الدين على رجع النازحين إن شاء الله. نشكر جهود السيد المحافظ وأعضاء المجلس المحافظة ومعاونين المحافظين ونوابه، نشكر جهودهم على دعم وتقديم الخدمات إلى قضاء طوس من محافظة صلاح الدين. طبعا كما تعرفون هناك منظمات حكومية ومنظمات الحكومة المحلية والحكومة المركزية ودعم من المنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي على إنشاء مشاريع في قضاء طوس خرماته، وإحنا اتفقنا مثل ما دعموا جنوب صلاح الدين وإن شاء الله شرق صلاح الدين، قمنا بإرسال المشاريع والاتفاق معهم إنشاء مشاريع في قضاء طوس خرماته وعودة العوائل النازحة وتقديم الخدمات لهم والعيش كريم في هذه المناطق والتعايش السلمي بين أهلنا في المنطقة، وهم كان دعمهم مباشر وأسنادهم مباشر، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سوف تكون صفة الخير. ونبقى في سامراء التي تتميز بزراعة أفخر أنواع الليمون في العراق بوصفها من أخصب مناطق البلاد، حيث يخشى المزارعون من خطر انقراض هذا المنتج النوعي بطريقة مشابهة لرز العنبر، وأشاروا حاجتهم الملحة إلى الدعم الحكومي لمواصلة زراعة الليمون والمحافظة على أصنافه النوعية والأكثر طلباً رغم ارتفاع أسعارها، مناشدين الحكومة المحلية توفير الأسمدة والمبيدات وحفر الأبار لمواجهة شح المياه العذبة، واشتكوا من تكاليف السوق السوداء لمعالجة الذبابة البيضاء والقطنية والعناكب، فضلاً عن عدم وجود خطط أو إجراءات للحد من خطر الخنازير التي تسببت بأضرار كبيرة لأراضيهم الزراعية قبل موسم زراعة الفواكه في كانون أول المقبل.
نظمت جامعة تكريت وقفة تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، شارك فيها الطلبة والملاكات التدريسية والإدارية. وأعلن القائمون على الوقفة بدء جمع التبرعات للدولتين الشقيقتين وتأكيد الوقوف معهما لتجاوز المحنة وأضرارها، مطالبين مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية اتخاذ موقف حاسم لإيقاف جرائم إسرائيل بحق الشعوب المسلمة. كما تلاحظون وقفة احتجاجية وتضامنية مع أخواننا الشعب اللبناني وما تعرض له من هجمة شرسة وعدوانية من قبل الكيان العنصري الصهيوني، والذي استخدم أبشع أدوات القتل والإجرام ضد أخواننا وأشقائنا الشعب اللبناني الذي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والرجال. كل هذا الأمر دعانا إلى أن نقف وقفة احتجاجية وتضامنية مع أخوان الشعب بناء على تعليمات السيد معالي الوزير التعليم والبحث العلمي، على أن تكون هناك في الجامعات العراقية كلمة وصوت مدوي ضد الكيان الصهيوني ووقفة من أجل التكاتف والتضامن مع أخوان الشعب اللبناني. نقف اليوم مساندة لأخواننا في لبنان وفي فلسطين وفي غزة. غزة ولبنان التي أدمت قلوبنا وعيوننا، نحن نقول لهم نحن معكم قلبا وقالبا، سنتبرع بكل ما نملك. أصل العروبة هو العراق، وسيبقى العراق المدافع قديما وحديثا ومستقبلا عن كل القضايا القومية التي تمس المسلم العربي الأصيل. غزة ولبنان في قلوبنا، رحم الله شهداءنا وشافى جرحانا، وسنكون يدا واحدة معهم. تلك العروبة وتلك المبادئ التي أوصانا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سنبقى ثائرون إلى أن تقوم الساعة. في توجيه وزارة التعليم والبحث العلمي وبإشراف السيد رئيس جامعة تكريت الأستاذ دكتور عبد محمود الرؤوف، قيمة هذا اليوم جامعة تكريت هذه الوقفة الاستنكارية للعدوان الغاشم على لبنان الشقيق. وجامعة تكريت كتشكيلات وزارة التعليم العالي تقف بجانب الشعب اللبناني الجريح والذين صمدوا في سبيل حريتهم، نحن معهم. واليوم إن شاء الله أطلقنا حملة تبرعات في تشكيلات جامعة تكريت للشعب اللبناني، ومصيرنا واحد ودمنا واحد ونحن معهم حتى آخر المدى دكتور. وليس بعيدا عن الظروف الاستثنائية في العراق والمنطقة، طلب قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني من قادة سياسيين عراقيين الأسبوع الماضي تخفيف حدة الانتقادات لرئيس الوزراء محمد الشاع السوداني الذي يواجه مكتبه اتهامات بالتجسس، فيما تأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه إيران جهودها لتطويق الخلافات داخل البيت الشيعي لحماية مصالحها ونفوذها المتنامي في العراق. وحسب موقع ميدل إيست البريطاني، قالت 7 مصادر عراقية منها أعضاء في أحزاب سياسية التقى قادتها مع قاآني، إن قائد فيلق القدس طلب منهم ذلك خلال زيارة إلى بغداد، فيما أكد دبلوماسي في المنطقة هذه الرواية. وطلبت جميع المصادر عدم ذكر أسماءها لأن الاجتماعات كانت شخصية. وتعكس هذه الخطوة التي تهدف إلى عدم إضعاف السوداني مخاوف إيران إزاء عدم الاستقرار في العراق، حيث تمارس طهران منذ فترة طويلة نفوذا وتولي أهمية بالغة للحيلولة دون انفراط العقد الجامع للقوى السياسية الشيعية.
وفيما ظلت زيارة الجنرال قااني حبيسة الأروقة السياسية من حيث التوقيت والملفات، بدأت تتكشف بعض ملامحها عبر تسريبات تلتقي عند قلق إيراني من سرعة تحول خلافات البيت السياسي الشيعي في العراق إلى أعمال عنف، في إشارة لمواجهة المنطقة الخضراء قبل سنتين. التفاصيل في تقرير الدكتور أحمد صلاح الدين. توقيتات زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قااني التي ظلت طي الكتمان العراقي الأسبوع الماضي أثارت تساؤلات كثيرة عن أهدافها ونتائجها التي نجحت على ما يبدو في لملمة خلاف التنسيق الشيعي مع رئيس الوزراء محمد شيعة سوداني وتطويق الخلافات داخل البيت الشيعي لحماية مصالحها ونفوذها المتنامي في العراق. وحسب موقع ميدل إيست البريطاني ومراقبين ومحللين، تهدف هذه الخطوة إلى عدم إضعاف السوداني ضمن استراتيجية إيرانية للحفاظ على الاستقرار المتحقق في العراق والحيلولة دون انفراط العقد الجامع للقوى السياسية الشيعية القريبة منها. وتحرص طهران على تجنب تعريض بغداد حليفتها في المنطقة لمزيد من الضغوط بعد حرب غزة وتصاعد الصراع والضغوط الهائلة على حزب الله اللبناني. لذلك شدد قااني بأن الاستقرار في العراق أمر حيوي وسط حالة العنف التي تشهدها المنطقة. ويقول موالون ومراقبون مستقلون إن المعارضين السياسيين لرئيس الوزراء السوداني أثاروا اتهامات تجسس مكتبه في محاولة لإضعاف شعبيته قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل. فيما قال بعض المسؤولين العراقيين إن نتائج التحقيق قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل رئيس الوزراء. ويواجه السوداني تحديات كبيرة في فترة حساسة تسبق الانتخابات، إذ يسعى إلى إعادة بناء الاقتصاد المتضرر من الصراعات التي شهدها العراق على مدى عقود. وفي الوقت ذاته الموازنة بين تأثير الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران والتفاوض على خروج القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وقال رناد منصور من مركز شياتام هاوس للأبحاث في لندن إن إيران ترغب في تهدئة التوتر في العراق قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، وذلك لأن الخلافات الداخلية تتحول في كثير من الأحيان إلى أعمال عنف، في إشارة إلى المواجهة المسلحة في المنطقة الخضراء قبل عامين. وأضاف أن إيران تمر بوقت حرج لأنه بينما تحاول الرد على العدوان الإسرائيلي تتقاتل الفصائل في العراق بطريقة تسبب زعزعة للاستقرار، وآخر ما تريده طهران في الوقت الراهن هو فوضى سياسية في العراق. وفي المتغيرات المتسارعة محليا وإقليميا، دعا العراق ومصر والأردن المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمنع إسرائيل من جر المنطقة إلى حرب شاملة. وزراء خارجية العراق والأردن ومصر عقدوا اجتماعا على هامش عمل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لتفعيل مسار العمل في إطار آلية التعاون، وذلك تحضيرا للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة. ودعا الوزراء بحسب بيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتهم ذات الصلة لوقف الحرب لتفادي تبعاتها الخطيرة على المنطقة بأكملها، فيما لا يزال المراقبون ينتظرون حسم إيران لموقفها العسكري والدبلوماسي من حرب لبنان. يحذر مختصون أمنيون وسياسيون من أن أي رد فعل عسكري عراقي ضد إسرائيل بسبب هجومها الأخير على لبنان سيؤدي إلى نتائج كارثية، حيث يرجحون تنفيذ تل أبيب ضربات مباشرة لأهداف حيوية مثل الموانئ والمصافي النفطية والمنظومات الكهربائية العراقية. وفي هذا السياق يشير الخبير الأمني سيف رعد إلى تداعيات خطيرة في جر العراق إلى التصعيد، مؤكدا صعوبة المراهنة على وحدة ضد إسرائيل لبعد المسافة، وقد تسبب إحراجا للحكومة وفرض عقوبات على البلاد. واعتبر أن رد إسرائيل المباشر سيكون باستهداف أماكن حيوية مثل ميناء البصرة أو مصافي النفط أو منظومات الكهرباء، ما يشكل عائقا أمام الحكومة والفصائل المسلحة ويجعل من المساعدة الإنسانية للبنانيين أفضل خيارات الحل في المرحلة الراهنة.
وفيما لا يلوح بالأفق موقفا أو خيارا موحدا للفصائل المسلحة بمسألة الهجوم البري واعتماد تكتيك المسيرات والصواريخ والمقذوفات، يصف الخبير الأمني والاستراتيجي على النشوع المواجهة الحالية في لبنان بالحرب المحدودة غير المباشرة بين قوتين في الشرق الأوسط هي إسرائيل وإيران، باعتبار أن حزب الله مدعوم عسكريا وأمنيا واقتصاديا وسياسيا من طهران. واستبعد النشوع دخول العراق كطرف محارب لإسرائيل لأن المواقف والمعطيات لا تشير إلى تدخل الفصائل بشكل مباشر بالمواجهة في لبنان لتفادي إحراج الحكومة العراقية بشكل مباشر مع الأمريكان والتحالف الغربي مقابل أرض رخوة ونتائج كارثية أمام هيمنة سلاح الجو الإسرائيلي. وينفي الخبير أي مؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة، حيث أن كل الدول العظمى تدعم إسرائيل في عملها ومواجهتها العسكرية سواء ضد الفلسطينيين أو اللبنانيين الذين وقعوا ضحية للوعود الإيرانية في الدعم والمساندة. وفي قائمة طويلة من الرؤى والتحليلات الطارئة، أكد النائب عن كتلة دعم الدولة محمد الزيادي أن العراق يلعب دورا حيويا ومهما في المنطقة والعالم في ظل الأزمات المختلفة، لافتا إلى أن هذا الدور مكن العراق من إعادة دوره المحوري. وقال الزيادي أن موقف العراق واضح ومعلن، فهو مع سياسة الحياد وعدم الدخول ضمن سياسة المحاور، وهذا الأمر مكنه من إعادة دوره المحوري والمهم في المنطقة والعالم، وجعله يعمل على وساطات ما بين الدولة المختلفة عبر أدوار إنسانية ودبلوماسية لمواجهة أي أزمة تمر بها أي من دول المنطقة. وضمن قائمة طويلة من التحديات والمعالجات، استقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين وفد اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي برئاسة عطوان العطواني، وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبارزاني أنه خلال اللقاء استعرض الوفد الضيف لبارزاني أعمال اللجنة المالية والجهود التي يبذلها النواب الأعضاء في اللجنة بشأن ملف الموازنة. وتم أثناء اللقاء تسليط الضوء على أهمية تشريع القوانين الاتحادية وحل المسائل العالقة بين حكومتي كردستان والاتحادية العراقية، وذلك في إطار الدستور العراقي. وفي ملف يجمع بين مستقبل النفوذ والتوازن السياسي، بدأت حملة الانتخابات التشريعية في كردستان شديدة السخونة، حيث وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي كلمة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بأنها تفتقد للمسؤولية عكس تصريحات قادة الديمقراطي الداعية للتهدئة والتنافس السلمي. وأشار المندلاوي إلى أن الجميع يعلم كيف تصدى الحزب الديمقراطي رغم كم المشاكل التي تعرض لها الإقليم للأزمات، واستطاع أن يستحصل الحقوق مثل الرواتب وغيرها بعد دفاع مستميت في بغداد. وكان طالباني قد افتتح الحملة الانتخابية لبرلمان كردستان بموقف متشدد من الحزب الديمقراطي سواء في إدارة السلطة أو الموارد، موضحا في رسالة لجماهير الاتحاد أن هذه الانتخابات مهمة جدا وليست كباقي الانتخابات، وقال إن أصواتكم لن تضيع، محملا الديمقراطي مسؤولية الأزمات الأمنية والاقتصادية والسياسية في الإقليم. ويكي شاونا حق تانية والله من ميتشن بيامكم هيا بيتان بقيت أم انتخاباته وكو انتخاباته كاني ترنية لم انتخاباته دنجي ايوا أخوات دنجي ايوا ونابت لم انتخاباته دو حزبها كبتواني براستي تأثيرها بيت لسر جامتها. وفيما أفاد مصدر سياسي بحصول مشاجرة كلامية بين رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ونائبه قباد طالباني خلال اجتماع مجلس وزراء كردستان، رأى المحلل السياسي الكردي علي باخ أن إشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية سيغير كثيرا من النتائج في انتخابات الإقليم المقبلة، وأشار إلى أن أحزاب المعارضة مشتتة في الإقليم لكنها تؤثر انتخابيا، ولاهور شيخ جنجي سينافس بقوة في السليمانية، ولم تتحدد صورة نهائية لانتخابات الإقليم بسبب طبيعة المشاركة ونوع التحالفات ودوافعها ليكون الديمقراطي الكردستاني بمواجهة كبيرة لضمان الأغلبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة الجديدة بتوازنات مختلفة.
وفي ملف ذي صلة بالحقوق، استقبل رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي في دار ضيافته نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي. وأكد المندلاوي أن مجلس النواب حريص جدا على الإسراع بتشريع القوانين التي تساهم في تعزيز مكانة الصحفي ونيل حقوقه الكاملة بما فيها تعديل القانون المتعلق بصندوق تقاعد الصحفيين، فيما وجه اللجان النيابية المعنية بعقد الورش واللقاءات الموسعة لإنضاج الرؤى والطروحات الممكنة التي تسهم في رفع الحيف عن شريحة الصحفيين. أجرى الاتفاق على إطلاق وتكثيف الحملات الإعلامية على المستويين المحلي والعربي لمؤازرة ومساندة الأشقاء في لبنان، فضلا عن التصدي نحو إغلاق المنظمات الوهمية التي تعنى بالشأن الإعلامي وتروج الإشاعات وتضلل الحقائق. وعلى نسق مختلفة من التوازنات المطمئنة، نفت وزارة التجارة ما يتردد من شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي بدعوتها المواطنين لغرض تخزين المواد الغذائية تحسبا للظروف الطارئة. وطمأن المتحدث محمد حنون العراقيين بتوفير خزين كبير وجيد لمواد السلة الغذائية من خلال تعاقدات وفق رؤية استراتيجية وقراءة للمشهد الدولي، فضلا عن نجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة الذي يعد الأكبر بتاريخ البلاد. أهدعت وزارة التجارة المواطنين إلى استلام وجبة جديدة من مواد السلة الغذائية في عموم مناطق العراق، وعدم التعامل مع الإشاعات أو ما يروج له في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. من جانبها، أبدت وزارة الخزانة الأمريكية دعمها للبنك المركزي العراقي وأجندة رئيس الوزراء محمد الشع السوداني الإصلاحية. وذكر بيان للخزانة أن نائب وزير الخزانة والي أديمو التقى رئيس الوزراء العراقي محمد الشع السوداني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة إصلاح القطاع المصرفي العراقي والعلاقات المالية مع الولايات المتحدة ومكافحة التمويل غير المشروع. وقدم أديمو بحسب البيان للسوداني التهنئة على التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في إصلاح القطاع المصرفي، مما أدى إلى توسيع التواصل المالي الدولي للعراق وزيادة الشمول المالي بعد نمو الاقتصاد غير النفطي في العراق بنسبة 6%. إلى ذلك، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والسفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل على أهمية استئناف تصدير نفط إقليم كردستان في أسرع وقت. وذكر بيان صادر عن رئيس حكومة الإقليم أن اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالأوضاع العامة في العراق والاستعدادات المتخذة لإجراء انتخابات برلمان كردستان وضرورة نجاحها بإشراف دولي. وحسب البيان، فإنه تم الاتفاق على أهمية استئناف تصدير نفط إقليم كردستان في أسرع وقت نظرا للخسائر الفادحة التي لحقت بالموازنة العامة الاتحادية منذ آذار من العام الماضي. وفي خطوات تشغيل المعامل العراقية وتطوير القطاع الخاص، أعلن مدير عام الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس فواز مفلح عن إنجاز مشروع إنتاج الكاميرات الحرارية في مصنع الكندي التابع لشركة بمحافظة نينوى بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 كاميرا سنويا. وأوضح أن المشروع يتكون من خط متكامل لإنتاج الكاميرات الحرارية بخمسة أنواع وبمديات متعددة قصيرة ومتوسطة وبعيدة ووفق أحدث التقنيات باستخدام الأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى التكبير البصري والرقمي بما يؤمن أفضل رؤية ليلية مع خاصية البحث عن نطاق واسع والمراقبة لمسافات بعيدة. وتستخدم الكاميرات للكشف والتحقق بتقريب الأشياء البعيدة وتغطي 360 درجة حول الموقع وتعمل على إجراء مراقبة لمدة 24 ساعة، مضيفا أن المشروع يحتوي أيضا على خط لزراعة المكونات الإلكترونية SMT وبثلاثة مراحل مع خط لطباعة الألواح الإلكترونية PCB، مؤكدا أنه من مشاريع الخطة الاستثمارية التي تم إنجازها بجهود ملاك العمل في المصنع وبالمواصفات القياسية المعتمدة عالميا.
ولأن لغة الأرقام العراقية تحتمل الخطأ والصواب وتقترب كثيرا من استثنائية الزمن الجديد، أظهرت نتائج تقييم ظروف وبيئات العمل والممارسات البيئية في قطاع النفط والغاز في البصرة تعرض 10% من الرجال و57% من النساء للتحرش من زملاء العمل أو المشرفين أو المديرين أثناء أو بعد التوظيف. وقالت منسقة منظمة العمل الدولية مها قطاع أن تلك النتائج أطلقت ضمن ورشة عمل ثلاثية عالية المستوى عقدت في البصرة لمناقشة القضايا الحرجة المتعلقة بظروف العمل والبيئة العمالية والممارسات البيئية في قطاع النفط والغاز الحيوي في العراق. واقترحت الورشة التي عقدت بالشراكة مع الحكومة المحلية في البصرة تحسين ممارسات التعيين والتشغيل وتعزيز سياسات سلامة وصحة بيئة العمل ورفاهية الموظفين وتعزيز المسؤولية البيئية والاستدامة وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب في سلسلة إمدادات القطاع. وفي نشرتنا بعد الفاصل، الانتخابات في الإقليم والعلاقات مع الحكومة الاتحادية وتطورات المنطقة محاور لقاء جمع بارزاني والسفير الفرنسي لدى بغداد، ورئيس حكومة إقليم كردستان يقرع جرس انطلاق العام الدراسي الجديد. 5 يؤكدون الهجمات على حزب الله لن تخضعه. الكرملين يرى كفة المعركة في صالحه مع أعلان روسيا تحقيق مكاسب في شرق أوكرانيا. الصين تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات. استقبل الرئيس مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين سفير فرنسا لدى العراق باتريك دوريل، وخلال اللقاء الذي حضره قنصل فرنسا في أربيل يان بريم تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول آخر التطورات السياسية والتغييرات الحاصلة على مستوى العراق والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. كما بحث اللقاء أهمية المنتديات الاقتصادية التي عقدت في باريس بشأن العلاقات الاقتصادية بين إقليم كردستان وفرنسا والتأكيد على تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وكان إجراء انتخابات برلمان كردستان المقررة في تشرين الأول المقبل محورا آخر للقاء. قرع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني جرس مدرسة في قضاء كويزنجا قتابة لمحافظة أربيل إذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، حيث التحق 1,800,000 طالب وتلميذ ومن كلا الجنسين إلى مدارسهم في عموم مدارس الإقليم. وفي كلمة له خلال مراسم قرع جرس العام الدراسي الجديد أعرب مسرور بارزاني عن تمنياته بالنجاح والموفقية للطلبة والتلاميذ والتدريسيين، وأنه سيتم البدء بالعمل على طريق كويسانجا قربيل الذي كان مطلبا قديما لأهل المنطقة. وتابع مسرور بارزاني القول أنه سيتم تحويل ناحية طقطق إلى قضاء، وذلك لتخفيف الضغط الإداري على قضاء كويسانجا. خويندن لهم أكتابياني خوشويست بيروز دكم وسباسي ما مستاني بريز دكم كهميشة لرزي پیش اوی خدمت کردنی گلو بلاته کمان بون باوی که نوی که نوی پرورده دکن. و دارم امسال سالی آرامی و سرکوتن و خوشی به با همو کتابیان. أكد المرشد علي خامنئي أن الهجمات والاغتيالات التي تنفذها إسرائيل بحق قادة في حزب الله اللبناني لن تؤدي إلى إخضاع الحزب الحليف لإيران،
وقال خامنئي في لقاء مع عسكريين قدامى شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات إن بعض القوى الفاعلة والقيمة في حزب الله قتلت، وهذا بلا شك ألحق ضربات بحزب الله، لكن قوة الحزب أكبر من أن تنهزم أمام العدو. واعتبر خامنئي أن حزب الله قام بحماية غزة منذ بداية الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، مضيفا أن النصر النهائي في هذه المعركة سيكون لجبهة المقاومة وحزب الله، وشدد على أن المقاومة تكبدت الخسائر ولكنها هي المنتصرة في هذه الحرب. که حزب الله را از پا بیانداز پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود بنابراین قال الكرملين إن ما يحدث على ساحة المعركة في شرق أوكرانيا إيجابي بالنسبة للقوات الروسية في الوقت الذي أعلنت فيه موسكو أنها سيطرت على قريتين إضافيتين هناك، وأبدى أن قواتها تقترب من موقع أوكراني حصين. ولدى سؤاله عن تقارير أفادت بأن القوات الروسية طوقت بلدة فوليدار المحصنة التي تعزز الدفاعات الأوكرانية في منطقة دونيتسك جنوب البلاد منذ 2022. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ديناميكيات المعركة إيجابية، وفي آب تقدمت القوات الروسية في شرق أوكرانيا بأسرع وتيرة في عامين رغم توغل أوكراني مباغت في منطقة كورسك الروسية في محاولة لدفع موسكو لتغيير انتشار قواتها. وذكرت وزارة الدفاع في إفادتها اليومية أن قواتها سيطرت على قريتين صغيرتين في ذات المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الجيش الصيني أجرى الأربعاء تجربة صاروخية بإطلاقه صاروخا باليستيا عابرا للقارات فوق المحيط الهادئ. وقالت الوزارة في بيان أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات يحمل رأسا حربية وهمية إلى أعالي البحار في المحيط الهادئ، وقد سقط الصاروخ في المنطقة البحرية المتوقعة، وأن إطلاق الصاروخ يندرج في إطار برنامج التدريب الروتيني السنوي للقوة الصاروخية. وأضافت أن هذه التجربة سمحت بأن يختبر بشكل فعال أداء الأسلحة والمعدات وكذلك مستوى تدريب القوات، وحققت الهدف المنشود. وتعتبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من أقوى الأسلحة في العالم، ويمكنها حمل رؤوس حربية نووية. تذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يتفقد مراحل إنجاز المشاريع الخدمية والصحية في الضلوعية ويتعهد بسرعة الإنجاز لتحسين خدمة المواطنين. كما توقعته قناة صلاح الدين قبل أيام، تقرير بريطاني يؤكد وساطة إيرانية لمنع انشقاقات البيت الشيعي في المرحلة الانتقالية. العراق ومصر والأردن يطالبون بوقف حرب لبنان، وخبراء ومختصون يحذرون من إطلاق يد إسرائيل لتدمير منظومة النفط والكهرباء. حملة انتخابات برلمان كردستان تبدأ ساخنة بين الديمقراطي والاتحاد، و57% من النساء يتعرضن للتحرش بقطاع نفط البصرة. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.